نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فمع كتاب أبي نعيم صفة الجنة نعيش مع الجزء الثاني من كتابه، وبوب عليه بقوله ذكر تربة الجنة. فالجنة لها تربة، ما هي صفتها وما هو وصفها؟ قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة. إذن الجنة قائمة وموجودة حاليا وقديما. أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. جنابذ أي القبب، قبة، وهذه القبة من أفخر أنواع الجواهر وهي اللؤلؤ. وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك، والمسك هو من أطيب الرائحة، ولكن لا شك أن مسك الآخرة ومسك الجنة أطيب بكثير من طيب الحياة الدنيا. رقم 58 و100. قال عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، عن تربة الجنة، فقال: درمكة بيضاء. درمكة بيضاء، الدرمكة هي الدقيق، كيف عندنا دقيق القمح طحين، وكذلك هي هنا ناعمة، درمكة دقيق. درمكة بيضاء، مسك خالص. هذه الدرمكة الدقيق ولونها أبيض، فهي أيضا مسك خالص. رقم 59 و100. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علي بأعداء الله، يعني اليهود، فإني سائلهم عن تربة الجنة، وإنها درمكة، فجاءوا فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله عن تربة الجنة، فنظر بعضهم إلى بعض. هذا سؤال من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، سألهم سؤالا عن تربة الجنة، فعندما سمعوا السؤال جعل بعضهم ينظر إلى بعض وقالوا: خبزة، خبزة يا أبا القاسم. خبزة، ما معنى خبزة؟ ليس فقط الخبز، وإنما هو الدقيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: درمكة. والدقيق يصنع منه الخبز. وقالوا: خبزة يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخبزة من الدرمكة، أي من الدقيق. إذن هنا حصل توافق بين ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه وما أجاب به اليهود. وهذا إن دل على أنه ليس كل ما يخبر به اليهود مرفوض. ونعرف الشيء الصحيح عندما يوافق شرعنا
فلا نقول لابد أن نخالف اليهود في كل ما يقولون، قد يقولون حقا لكن هذا الحق موجود في شرعنا وفي ديننا، فلا نحتاج إلى إخبارهم ولا لهم. ولكن ليس معنى ذلك أن كل ما يخبر به باطل، لا، لكن الحق الذي عندهم هو موجود أصلا عندنا. ثم بوب قال: ذكر عدد أبواب الجنة، ذكر عدد أبواب الجنة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ، رجل هذا لقب، ليس معنى ذلك أن هذا لا يشمل النساء، لأن القاعدة الشرعية النساء شقائق الرجال، والأحكام المتعلقة بالرجال متعلقة بالنساء ما لم يأتي التفريق. ما من رجل يتوضأ فيسبغ الوضوء، هذا الشرط إسباغ الوضوء، ثم يقول عند فراغه من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن هذا الشرط إسباغ الوضوء، ثم قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماذا يكافئ؟ إلا فتحت له 8 أبواب الجنة، هكذا هي الرواية هنا، فيدخل من أيها شاء. إذن عرفنا بهذا الحديث أن عدد أبواب الجنة كم؟ 8. كيف عرفنا أنها 8؟ كيف عرفنا أنها 8؟ من يساعده؟ نعم، إلا فتحت له 8 أبواب الجنة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 70 و100، عن عتبة بن عبد السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد، هذا بلاء، حصلت الوفاة ل3 من الولد وممن يحبهم، لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا سن البلوغ. لما ركز لم يبلغوا الحنث؟ أحب إلى قلب الأب. لما أحب إلى قلب الأب؟ نعم، لأنه يظهر هل هو عاق أو غير عاق بعد البلوغ. ما قبل البلوغ هو شم ريحان أو خادم، لكن بعد البلوغ تتفاجأ أن الذي ربيته ونشأته أصبح سببا في إدخال الحزن على قلبك أو إدخال السرور إلى قلبك، هكذا هو حال الولد. فإذا مات قبل البلوغ فأنت تحسن الظن أنه سيكون لي سندا ومؤازرا، وبالتالي هذا السن يصعب على الأب أو على الأم هذه الوفاة. أما بعض النساء عندما يبلغ ابنها أو بعض الآباء يتمنى موت ابنه بسبب أنه عندما اشتد ساعده رمى أمه وأباه، هو صغير لم يكن يصرخ على أمه
فعندما كبر وأصبح بالغا 16 17 وما فوق، فبدأ الآن يصرخ على أمه أو على أبيه، وعندما يعمل ويتكسب الأمر أشد، لم يعد بحاجة إلى أبيه، فيظهر هل هو بار أو عاق أكثر وأكثر. ولو قال له أبو أخرج من البيت ما في مشكلة، معي مال أروح بتأجر بسكن وين ما بدي. إذن هذا السن لم يبلغ الحنف، مات الثلاثة من الولد إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. إذن أيضا من أبواب الجنة الثمانية. رقم 71 و100، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للجنة ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب. إذا جهنم لها سبعة أبواب. صفة أبواب الجنة لم يثبت شيء على شرط المحقق. طب ذكر مسافة ما بين المصراعين من مصاريع الجنة وسعتها، المصراعين، ما هو المصراعين؟ ما هما المصراعان؟ لا، طرفا الباب، طرفا الباب. فانظر هذا الباب له كما يسمى في زماننا حلق، حلق الباب، فله بداية وله نهاية. فكم المسافة بين المصراعين، بين بداية الباب ونهاية الباب، بين حلق الباب؟ ورقم 75 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجد، غير هجر، وهجد أو هجد ومكة. قال ابن المبارك: أو كما بين مكة وبصرى. انظر هذه المسافة الكبيرة بين هذين البلدين فقط، بين المصراعين، أعداد كبيرة ستدخل الجنة ولن يدخلوا مرة واحدة. فهنيئا لمن كان أول من يدخل. هذا شو بده يكون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي رواية: وإنما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، وليأتين عليه يوم وما منها باب إلا وهو كظيظ. إيه كظيظ؟ مزدحم. 8 أبواب بين المصراعين ما بين مكة وهجد أو مكة وبصرى، مسافة زمن 40 عاما. انظر، طبعا بعض العلماء قال أن أبواب الجنة ليست مصراعيها واحد، هناك شيء أكبر من آخر، شيء بمقدار 40، شيء بمقدار مكة وبصرى وما شابه.
لأنه ورد أيضا 7 سنين ما بين المصراعين، مسيرة 7 سنين، رقم 78 و100، هذا دلالة على أن الأبواب ليست على مسافة واحدة بين المصراعين. رقم 180 قال: ذكر اليوم الذي يفتح فيه أبواب الجنة. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين، في كل يوم اثنين وخميس أبواب الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس. قال: ذكر حلق أبواب الجنة. الحلق، شو الحلق؟ نعم، يعني إما أن تمسك وإما للطرق حلقة. قال فقط عندنا حديث قال: آخذ بحلقة باب الجنة فيؤذن لي. إذن أمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ لا نعلم. هل أمسك بجزء، بارتفاع، هل هو رفع، هل هو نازل؟ لا نعلم. هذا إيمان يسمى إيمان مجمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بهذه الحلقة. قال: ذكر حجبة الجنة وخزانها. الحجبة، من هو الحجبة؟ أي الحراس. والخزنة، خزنة أي القائمين عليها من حراسة. من رقم 188 قال: من أنفق زوجين من ماله، من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله عز وجل دعته حجبة الجنة. حجب أي حراس، وتصلح أيضا الخزنة الخدم. يقولون: أي فل، طبعا فل تحتمل نداء مرخم، أي فلان. وبعض أهل العلم قال: لا، هذا ليس مرخما، هذا فل، يعني نوع من أنواع الورد، ينادونه بشيء طيب. أي فل، أي فل، هلم هذا خير. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الذي لا توى عليه، يعني هذا الذي لا يلحق هلاك. قال: أما إني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني أرجو أن تدعوك حجبة الجنة كلها أو كلها، حجبة الجنة كلها، أي كل حجبة الجنة سوف تنادي أبا بكر. انظر، هناك الحسرة، كيف فلان وصل إلى هذه المرحلة والمرتبة؟ أنت تنظر، إذا كنت الله يعلم وين أصلا. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة نفس وثبات على أمر الله. قال: ذكر ريح الجنة. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، معاهدا أي دخل بعقد وعهد الأمان
إلى بلاد الإسلام ليس مسلما، دخل بعهد الأمان، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. وإنه ليوجد ريحها من مسيرة 40 عاما. حتى لو دخل سايح، دخل سايح، هذا دخل بعهد أمان. حتى لو ارتكب معاصي وذنوب حسابه على الدولة وليس علينا. من تجرأ على قتله والعياذ بالله لم يرح رائحة الجنة. في آثام مش علي، أما إثم عليك إذا قتلت، فأنت لست مسؤولا عنه. ودخل بعقد الأمان وعهد الأمان، فلا يجوز قتله، وإذا قتلته لم يرح رائحة الجنة من مسيرة 40 عاما. طبعا هنا رقم 202 ذكر أسامي الجنة، فهذا قول لأحد التابعين، قال طوبى اسم الجنة بالهندية، طوبى اسم الجنة بالهندية، لا نعلم في ذاك الزمان أم لغاية الآن الهنود يقولون عن الجنة إيش؟ طوبى. ممكن تشوف على جوجل هسه تشوف بالهندي شو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا في أشياء ذكر تبويبات، والمخرج والمحقق لم يرى يعني ذكر سرج أهل الجنة، ذكر رفع النوم هذا ذكرناه أن أهل الجنة لا ينامون، ذكر بكر الجنة وعشيها، هل في صباح ومساء في الجنة؟ في صباح ومساء تجري علينا لكن لا يوجد ليل. قال صلى الله عليه وسلم ما من غدوة من غدوات الجنة، الغدوة الخروج أول النهار، وكل الجنة غدوات، لأنه ما في نهار أول وإيش وآخره، إلا يزف إلى ولي الله زوجه من الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران. ما صح لك حور طين ففي حور عين، أهم شيء تثبت على أمر الله، مش لا طين ولا عين سبب المعاصي والذنوب. عدل قاعد تكمنها عنها، لا تتكي على هذا. رقم 21 و200 عن قتادة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال لهم رزقهم فيها كل ساعة، والبكرة والعشي ساعتان من الساعات ليس ثم ليل، إنما هو ضوء ونور. يعني على هذا الكلام ممكن انه الضوء والنور شيء اشد من اخر، اما ما في ليل، فهذا معنى صباح ومساء، فقط النور يشتد او يخف. رقم 24 و200 قال ذكر عدد درجات الجنة، كم درجة في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هذه فقط لمين؟
للمجاهدين في سبيله. فكم باقي عدد الدرجات؟ الله أعلم. قال صفة درج الجنة، ثم قال صفة حيطان الجنة، حيطان الجنة. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة من ذهب ولبن من فضة. قال: ذكر ما أعطي أهل الجنة من الصورة الحسنة، يعني أضف إلى ذلك يوجد إيش؟ جمال زائد في الجنة. أي أنت ما شاء الله حلو هسه وأنت في الدنيا، كيف في الجنة؟ شكلك شو ماله رح يزداد جمالا. وزوجتك في الدنيا التي إن شاء الله ستكون معك في الجنة ستزداد جمالا. قال: أول زمرة تدخل الجنة. يا الله، يعني تصور الموقف، انت في المحشر وتنتظر ان ينادى عليك لتدخل الجنة، فاذا بك تجد زمرة ستدخل الجنة وانت تنتظر. هذا اذا انت اصلا من اهل الجنة. والله يا اخي الموقف في حسرة حتى لو بدك تدخل الجنة. هذول الناس اللي اول شيء بدهم يدخلوا الجنة، ليش ما اكون انا منهم؟ راجع حساباتك من الان، جهز حالك، ما تخلي واجب من الواجبات الا تطبق، ولا سنة الا وتتبعها. بلاش بكرة يا ليتني طبقت هذه السنة، يا ليتني ما وقعت في هذا النهي، يا ليتني غضضت بصري، يا ليتني لم أسمع لكلام فحش أو أغاني أو معاصي، يا ليتني طلبت العلم. تجد العلماء في اليوم 12 درسا كما نقلنا عن النووي. كم درس بتحضر في اليوم حضرتك؟ أو كم بتدرس؟ تصل لهالمرحلة انت جاي على الدرس نعسان، ولا حول ولا قوة، طاقتك موديها لوين؟ للدنيا، للشغل. ما بنفع يا اخي. واذا عندك وقت بدك تسهر هاي الدنيا زايلة، او انك مقضيلي لا انت راضي تشتغل ولا انت راضي تعتمل. يعني أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. يا الله، كيف أشكال مين هذول؟ مين هم هذول؟ إحنا سيدخلوا الجنة أول ناس، وإحنا وين لنكون؟ اللهم اجعلنا منهم. الله حصل يا الله، تكون جنبك الرسول صلى الله عليه وسلم. أوه، ما في متعة ألذ من هذا بجانبك الأنبياء أو الصحابة رضوان الله عليهم. والناس تتفرج، تصور انت تكون منهم والناس تتفرج عليك، والملائكة سلام عليكم بما صبرتم،
تهنئة ما بعدها تهنئة. وإذا ما كنتش منهم تصير تقول يا ليتني صبرت، يا ليتني أطعت. يا جماعة عشان نوم ما تصلي الفجر في المسجد، عشان نوم ما تصلي الظهر في المسجد. أقل شهوة بتخليك تترك أمر الله شو أنت؟ سلام عليكم، بجانبك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر. طب والذين يلونهم الصف الثاني على أشد نجم في السماء إضاءة؟ يعني لا أنت في الصف الأول ولا في الصف الثاني. ثم هم بعد ذلك منازل، الأول قمر، الثاني أشد نجم مضيء، اللي بعديه أقل أقل أقل. إيش أنت؟ مشكلة، ما في استدراك، خلص راح كل شيء انتهى، لأن الجزاء. والله الأمر حسرة كاملة إذا ما كنت منهم. فات لا يتغوطون، انسى قضاء الحاج الآن، ولا يبولون. شوف قيمتك ووزنك، بتوكل بتشرب ما بتلعب، دروا على بيت الخلاء. يعني اكلك على طول بدك تروح على بيت الخلاء، اذا ما اكلت جعان، واذا اكلت بدك بيت خلاء، اذا ما شربتش عطشان، واذا شربت بدك بيت خلاء. شو هالحياة؟ لا، هناك لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون. بلزمكش تمتخط، لا يلزمك، لا تقول لي بدي مناديل ولا محارم ولا كلينست، كل ما لا يتمخطون لا يمتخطون ولا يبزقون، حتى البزاق ما في. يا الله، أمشاطهم بده يمشط، أمشاطهم الذهب. أمشاطهم الذهب، ومجامرهم، إيش مجامرهم؟ أي ما، نعم، ما يتطيبون به. المجامر زي في زماننا البخور، مجامر مبخرة بسموها في زماننا، لكن هذيك في الجنة. مجامرهم الألوة، الألوة من أفضل أنواع الطيب، مثل العود في زماننا يعني، أو في ذاك الزمان. ورشحهم، بده يطلع منهم عرق. ورشحهم المسك. أخلاقهم على خلق رجل واحد. يا الله، خلاص هم دخلوا الجنة، الأخلاق شو مالها؟ واحد. تعبنا، هذا حساس، هذا حقود، هذا نكدي، تلاقيه شخص محترم، شو بدك صفات حسنة فيه، لكن شو ماله؟ ايش؟ حساس، ما بتحكي معاه كلمتين الا هو قالب وجهه زعلان وهات رضيعت. هاي ما في الجنة، ما في. او حقود،
ذاكر قبل 13 سنة انك حكيت لي هيك. انا زي اللي بينكسر، ما بتنجبر والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس. قال لا انا قال قزاز بنكسر بس. كلام كفار، كلام المسلمين، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاي تقول لي انا ايش اللي بيني وبينك انكسر؟ هذا في الافلام يجيبوه، في مش في شرعنا ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم. جذبه اعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم، واثر في جنبه عليه الصلاه والسلام رقبته وكتفه، فضحك له النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه. قال هل رضيت؟ قال نعم يا رسول الله. مش مستني دوره. بوزع النبي صلى الله عليه وسلم القسمة، مش راضي ايش يستنى، فجذب النبي صلى الله عليه وسلم. ايه كانوا شافوا هيك النبي صلى الله عليه وسلم، اعطاه. رضيت؟ نعم. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينه وبينك انكسر، معناته ما بنصلح. ما احد سقى على يا رسول الله دعني واضرب عنقه. قال لا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اخلاقهم على خلق رجل واحد. يا الله الاخلاق الحسن، مبسوط عليه لكن شو ماله، في عنده خلق او بخيل، بتلاقيه ما شاء الله اخلاق حسن لكنه شو ماله، بخيل. الله يعين مرته. واخر اشي بيطلع حارس على المال. شو رايك تطلع عمره؟ طيب شو كيف بدك تطلعني؟ بصيني، ما في مشكله بصيني، ما هو عيب ولا حرام، بس عندك قدرة أحسن؟ والله بس مخبين، أنت عارف الزمن وكذا. أخيل. وين سكنت؟ ها؟ عند الجن، محبس الجن. عندك جن شياطين؟ مش أو في العزيزية. عندك قدرة؟ والله عندي قدرة بس خبيت أنا. ما عندك قدرة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو رأيك تجيب لها غسالة؟ والله ما في داعي، خليها تغسل ايديها، خليها تتكسر، شو المشكلة؟ يا رجل هات لنا شيء ناكل ونشرب. خلاص انت كل يوم بدك تاكلي، صوم اثنين وخميس. ولا حول ولا قوة. بخيل. يوم العيد كل الناس بتوزع هدايا، هات لك هدية، هاي 5 ليرات كويس الك. الله منيح اللي طلع منك 5 ليرات. بخيل. في ناس بخيل، كلكو ان شاء الله اليوم تعالوا عندي سوي لهم، اقلي لهم 10 بيضات. تمام. شو هم 20 زلمه، كيف ها كل واحد نص بيضه؟ ال20 بيضه شو مالها؟ في ناس بخلة، بخيل. ليش؟ وين مرتك بدها تلد؟ انا ولدت في الدار. شو السبب؟ هذا مش بخيل، هذا عن جد حتى نحافظ عليها. لا واحد ثاني ايه والله بتلد في الدار، معناته خلينا نوفر ولدها. اذا كل شخص حتى العمل الواحد، فاذا اخلاقهم على خلق رجل واحد. على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. طول الواحد كم؟ 60 ذراعا. طيب قال تتم لكل امرئ منهم زوجتان. واحدة ما كيف اللي ما عندوش ولا واحدة؟ هذا يتلاعب فيه الشيطان.
يتلاعب فيه مين؟ الشيطان. ليش؟ لأنه ما عنده زوجة. إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. قال ما أنا بدي مواصفات. طب وهي بدها مواصفات، لا هي راضية فيك ولا أنت راضي فيها، على الحكي ما تشيل. وبكرة بتلاقي لك واحدة لا وزن لها، بتقول لي والله دخلت في قلبي ورحت معها بالحرام. أعوذ بالله من الشيطان. طب ما هي لو تجري كاسب بتقز تجرب من وراها، كيف الشيطان سول لك إياها، زين لك العمل. إذا نرضى بأي واحد يا أخي ما دام دينة وصاحبة خلق، انتهى الأمر. وانت يا بنت الحلال اتق الله في نفسك، تحطي الشروط. الشرط الاول الذي اريده في الزوج، منيح لحدا ياخذك انت معه. انت منيح لاي وافقت عليك، وانت منيح لحدا اخذك. نجبر ولا حول ولا قوة الا بالله. طب وانت بدك تاخذ الثاني؟ اذا لهسه مش ماخذ الاولى، انت بدك تاخذ الثانية، ولا بدك تسوي زي هذاك الافريقي اللي جاب 4 مع بعض، بس مو كان مطلق 20 قبلهن. هناك الزواج 4، تعال الليلة 4. طب ما كان عندك 4 خلاص طلقت كده. لا يجوز شرعا. وفي عادة في افريقيا مش بس بيطلق، لا واحد ثاني عنده 4 ولهو طلع هذول زيادة. كم عدد زوجاتك؟ 42 كلن عزمته ومسلم. قال يا عمي انا الحمد لله مسلم وموحد، بس كيف اطلقها هاي؟ انا مو 4 ما بكفيني. تخيل يا رجل كم عندك؟ 42 جاب واحد معاه 42. كم ولد عندك؟ 200. هذا اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن الصميط، هي قصة حقيقية. قالت اني دخلت على هذا الافريقي ولو ما شاء الله في 30-40 ولد نفس الاسم فلان فلان. مش فاهم انا كيف 40-50 ولد نفس الاب. شو من ابوكو فلان كلاتنا مش الاولاد يدوب عارفين بعض. هذا بس في اول مرحلة، المرحلة اللي بعديها في كمان وفي بنات وفي. فقال جيت له بقول له لو سمحت تعرف عليه، مين حضرتك؟ قال له فلان مسلم. مسلم كم زوجة عندك؟ 42. قال له كيف 42؟ الاسلام اذن لك ب4 واتق الله وخاف ربك. قال والله كل نعذمتي هذول، وهاي بتخلف، وهاي كل يوم عند واحد عند واحد عند واحد. 2 كل شهر برجع لواحد. 42 كل واحدة جابت لي، اللي جابت لي 5-6، اللي جابت لي 7. هذا الحكي زمان، انا اللي 25 سنة على الحكي. قال له يا شيخ انا اتوب الى الله، خلص الباقي اعتبره جواري. قال له كيف جواري يا رجل؟ احنا مش بحارب ولا بشي. يا بتعتي كل لا زوجات ولا جواري كمان؟ هذول 42 وين اروح فين؟ وانت حضرتك لسه واحدة ما صح لك ايش؟ واللي ماخذ واحد طول النهار يقول بدي اعدل بدي اتجوز الثاني. خليه اسمع. طب انت بالحلال روح. قال من وراء، قال لكل امرئ منهم زوجتان يرى بخ ساقها. انظر بياض شفاف على الاخر، بياض. لكن لا تقيس الدنيا على الاخر. تقول والله بقز، شو تقز؟ صح لك اصلا. ولا يقاس احكام الشاهد على الغائب. قال من وراء اللحم من الحسن. شوف لا اختلاف بينهم. يا الله الدنيا قد ما هي كدر،
بتتعب على الواحد بالدرس وبتعلمه بتفهمه بيقلب عليك. ابنك بتربيه وبتحسن اليه وهو رضيع بس يكبر بيقلب عليك. شو هالدنيا التافهه؟ لا اختلاف بينهم، يا الله كله وفق، ولا تباغض، تشكروه، قلوبهم على قلب رجل واحد. أقوى ناس اللي بكونوا على قلب رجل واحد. إذا رأيت مجموعة من الإخوة هل هم أقوياء أم ضعفاء؟ بشرط أن يكونوا على قلب رجل واحد، هؤلاء أقوياء. أما إذا قلوبهم شتى هؤلاء ضعاف. يسبحون الله بكرة وعشيا. نسأل الله عز وجل أن نكرم نحن وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بهذا نكتفي، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.